صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعضهم لبعض إذا اشترى منزلا أو سيارة أو أتاه مولود جعله يتبارك؟ لا، ما يقول جعله يتبارك، يقول جعله الله مباركا أو بارك الله لك فيه، هكذا يقول: جعله الله مباركا عليك أو بارك لك فيه. من يقول عساه يتبارك؟ ما يتبارك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.